لنبدأ من بشرى سارة تخص مرضى سرطان الجهاز الهضمي، إذ من المتوقع أن يحدث روبوت قابل للبلع ثورة طبية تكشف عنه. بيلبوت روبوت كبسولي صغير يتم بلعه بالماء ويحمل كاميرا ويستطيع الكشف عن التقرحات المعوية بشكل كبير بحسب التجارب السريرية الأخيرة. So this is that girl. Be anywhere in the world, whether you're at home sitting on your couch, visiting space, or right here on stage at TED. In just a few seconds, Pillbot entered the stomach. And I'm carefully navigating around, looking for any changes in surface architecture that might represent an ulcer or a cancer or any other pathology. تفاصيل أكثر عن الكبسولة السحرية مع الريان الظاهر. إليك يا ريان، صباح الخير. يسعد صباحكم بالخير. صباح الخير. كبسولة ها؟ طبعا يعني معلومات حقيقة مدهشة عنا، والطب كل يوم في تطور وإدهاش، يعني ضروري نتعمق في الموضوع ونشوف تفاصيله. أكيد كلها في المساحة دي. ليت ثورة في الفحوصات الطبية وتحديداً فحوصات الجهاز الهضمي يحدثها روبوت صغير قابل للابتلاع بحجم حبة الدواء يسمى بيلبوت. هذه الكبسولة الروبوتية مزودة بكاميرا وأجهزة استجعار وتكنولوجيا، إضافة إلى مضخات نفاثة تسهل عملية التنقل عبر الجهاز الهضمي، حيث تمنح الأطباء دقة استثنائية أثناء الفحوصات، وبمجرد تناولها تنتقل عبر الجهاز الهضمي وتلتقط صورا تفصيلية لأعضائك الداخلية وتزود الأطباء بالمعلومات. ليس هذا فحسب، بل تسمح للأطباء طبعاً أو للمرضى بالتشاور مع كبار أطباء الجهاز الهضمي في جميع أنحاء العالم من منازلهم، وطبعاً تقليل عبء المرافق التقليدية. وهذا تقدم جديد في مجال الطب نسبة للعدد المرتفع من حالات سرطان المعدة التي يتم تشخيصها في وقت متأخر، والتي تبلغ 800,000 حالة في العالم. أخيراً، ما زال ينتظر هذا الروبوت الصغير مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل الإطلاق التجاري. والآن نشاهد فيديو توضيحي لعملية استخدام الكبسولة. ومعنا من دبلن المدير التنفيذي لمعهد برجيل الأورام البروفيسور حميد الشامسي. صباح الخير بروفيسور. أهلا وسهلا، صباح النور. يعني السؤال الأول، ما هي آلية عمل هذه الكبسولة إذا صح التعبير نسميها السحرية؟ نعم، طبعا في البداية لازم نقول أن سرطان المعدة يعتبر خامس سرطان في العالم، وهو رابع سبب وفيات من السرطان بشكل عام. وللأسف مثل ما ذكرت في التقرير أن للأسف كثيرة يتم اكتشاف مراحل متقدمة، لذلك ضروري جدا حن نبحث عن طرق حديثة حتى نستطيع تشخيص هذا السرطان في مراحل مبكرة، حتى بإذن الله نقوم بتعزيز فرص الشفاء. طبعا خلونا نوضح اول شيء ان هذه الكبسوله ما زالت مثل ما ذكرت في التقرير قيد الدراسات. والكبسوله الفكره منها هي القدره على التعرف على اي تغيرات في المعده او الجهاز الهضمي ان ممكن تدل على وجود التهابات مزمنه او حتى سرطانات. لازم ايضا نذكر ان هناك كبسوله حاليا موجوده متداوله، وهي الكبسوله الكاميرا فقط التي يتم بلعها ويتم استخدامها بشكل واسع جدا لسنوات طويله. ولكن الفرق الحالي هو أن هذه الكبسولة الجديدة يتم التحكم بها، فهي عبارة عن روبوت صغير يتم التحكم به في الجهاز الهضمي حتى نستطيع أن نقوم بالقدرة على استكشاف مناطق معينة. الكبسولة الحالية متوفرة في السوق هي فقط تقوم بالمرور في الجهاز الهضمي من دون أي تحكم، ولكن الكبسولة الجديدة لها القدرة على التحكم بشكل يعني صراحة جميل جدا حسب ما شفنا في التقرير. ولكن مرة أخرى ما زالت في طور الأبحاث الطبية
ونأمل بإذن الله أن تكون أيضا يعني طريقة جديدة للتعرف على السرطانات في مراحل مبكرة. نعم دكتور، يعتبر سرطان المعدة من أكثر السرطانات تأخرا في الاكتشاف على مستوى العالم، بس مثلا لسرطان الثدي هناك فحوصات دورية، هل هناك نوع لازم نسوي نوع من الفحوصات الدورية لسرطان المعدة؟ هل هو جينيتك مثل سرطان الثدي بحيث يطلب من أشخاص معينين أنه يشيك كل سنة مثلا أو كل 6 أشهر؟ طبعا هناك نسبة بسيطة جدا، أقل من 5% من سرطانات المعدة هي عبارة عن سرطانات بسبب توارث أو حتى وجود طفرات جينية معينة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، ولكن للأسف حاليا لا توجد هناك وسائل فحوصات معينة أو مثبتة يتم استخدامها بشكل مستمر، فلذلك هناك يعني محاولات البحث عن طرق حديثة لعمل فحوصات، ولكن مرة أخرى الحل الأفضل الحال لأي شخص عنده تاريخ مرضي أو بلا صح تاريخ عائلي لإصابة مرضان بسرطان المعدة هو عمل المنظار والذي يعتبر الحل الأساسي حالياً. نعم بروفيسور حميد، يعني هناك إحصائيات تقدر عدد المصابين بسرطان المعدة والأمعاء بأكثر من 800,000 حالة على مستوى العالم. طيب هل هناك تحضيرات مسبقة قبل تناول هذه الكبسولة؟ لأنه دائما عندما يدخل الجسم الإنسان من قبل الأطباء أشياء معينة يقوم بالتأكد من فحوصات وهناك لستة طويلة أو قائمة طويلة، شو رأيك بالقصة؟ طبعا لحد الحين ما في معلومات واضحة بالنسبة للروبوت الجديد، ولكن سابقا الكبسولة اللي نستخدمها حاليا نحاول نقلل من الأكل قبل استخدام هذه الكبسولة حتى يكون الجهاز الهضمي خالي من أي مواد غذائية، يعني عادة 3 أيام بتوقع. اي نعم، 2 أو 3 أيام فقط للتأكد من ان جسم يعني حتى يكون هناك الرؤية، عبارة عن كاميرا، فاذا كان كاميرا موجودة وكان هناك اكل موجود او عزك الله براز في الجهاز الهضمي فهذا يؤدي الى قلة يعني القدرة على استكشاف المنطقة. نعم، طيب كونها كبسولة البيلبوت فيها كاميرا فائقة يعني يمكن أكثر من 2.3 ميجا بيكسل، اليوم ألا يوجد وفيها تبث مقاطع لاسلكية، ألا يوجد سايد إفكت أو عوارض جانبية ممكن مثلا لا أدري تنفجر الكبسولة في داخل المعدة أو تكون نوع من أنواع الذبذبات مثلا الخطيرة؟ نعم، طبعا الفكرة مثل ما ذكرت هي ليست جديدة بخصوص الكبسولة التي تستخدم حاليا، يعني صراحة الآثار الجانبية جدا بسيطة مثل ما شفت انتم في الفيديو، أيضا عبارة عن كبسولة صغيرة مثل الحبة يتم بلعها، فالآثار الجانبية أو حتى تفككها في الجهاز الهضمي جدا جدا بسيط وعلى الأغلب ما لها آثار جانبية. مرة أخرى احنا ننتظر مزيد من المعلومات، ولكن من تجاربنا السابقة الكبسولات المتوفرة حاليا في السوق صراحة جدا آمنة وبأقل آثار جانبية. وأنا أنوه جدا لموضوع آخر، انتم عندكم تقرير بعد شوي عن الالترا بروسس فود اللي بيكون بعد شوي، وهو للاسف احد الاسباب الرئيسيه اللي نربطها بسرطانات الجهاز الهضمي ومستوى الاحداث، ولكن هذا موضوع جدا مهم، فشكرا على تسليط الضوء على اهميه الغذاء كسبب رئيسي للسرطانات للاسف. صحيح. بروفيسور حميد، يعني صحيناك بدري معنا اليوم بدبلن، ولكن نشكرك ونقول لك شكرا لحضورك معنا، وطبعا المدير التنفيذي لمعهد برج للأورام البروفيسور حميد الشمسي شكرا لك. يعني موضوع مثير للجدل بصراحة. بس ممكن تبلعها انت هاي الكبسولة كبيرة؟ لا انا بعد ما يصير تجارب ونتأكد انه هاي الكبسولة عن جد هي ناجعة ممكن، والله يبعد الأمراض بس عن كحجم، يعني عادة الدواء الكبير كله الحبوب الكبيرة أحسها صعبة البلع عادة. صحيح. يعني خصوصا لدى الأطفال أو لدى الأصغر سنا. أصغر سنا، وبعدين لازم يكون مثل ما حكينا قبل شوي مع البروفيسور لازم يكون هناك تحضير للجسم. لا يمكن بس الحلو انه هاي ما يراد لها بنج أو شيء مثل الناظور، فيمكن تكون أقل خطورة، ما بدها تخدير. على كل حال إن شاء الله نلاقي الحل ويكون الموضوع عن جد ناجع. فاصل ونواصل.